صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 84 لسنة 2023 بتعيين مدير في هيئة البحرين للثقافة والآثار وذلك بناء على عرض رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار جاء فيه يعين السيد مصطفى سلمان عبد المحسن سليمان مدير لإدارة الصيانة والخدمات بهيئة البحرين للثقافة والآثار